بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. أحبابي في الله، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة، ونسمع عليكم كل أخبار الخير وربي يبعد منكم هذا الشر المرض. اول حاجه غادي نديرو هاد الوصفه صالحه للبنات اللي متعطلين في الزواج من 40 ل 50. كاينه حطوا لي تعليقات، كاين النساء حتى 55 60 عام وباقين بلا زواج، وتيتمناو تيتمناو الزواج، كلهم تيتمناو الزواج، وكل شيء تيترجى سيد ربي بحق محمد وآل محمد أن يفتح الباب لجميع الناس ويفرحهم، وعلاش لا كل شيء يفرح. بغيتكم كلكم تفرحوا وتسعدوا يا ربي. اليوم جبت لكم واحد الوصفة صالحة بإذن الله، زوينة وفي نفس الوقت غادي تديروها وغادي ربي سهل. أول حاجة اللي غادي نديرو هي أننا ناخد واحد كمية العرعار وكمية الخزامة ومع القشور ديال التومة، هانتوما الخزامة والعرعار وقشور تفوسيخة واعرة، تفوسيخة اللي غادي إن شاء الله غادي ديروها وغادي ربي يسهل عليكم. غادي ناخد هاد العرعار 5 دراهم، الخزامة 3 دراهم، قشور التومة غيعطيهم لك العطار فابور، غادي إن شاء الله غادي تقول لي يعطيني قشور التومة، غادي يقول لك بسم الله هاكي هزي قد ما بغيتي. وغادي ان شاء الله ناخذ الخزامه وناخذ هاد سميتو هاد العرعار، وغادي نقرا عليهم سورة الفجر 3 مرات، سورة الفجر، وغادي ان شاء الله غادي نبدا نتبخر بهم مدة 11 يوم. كل يوم بغيتي، اما يوم الاثنين والخميس او من الاثنين حتى الجمعه، المهم تختاري الايام اللي غادي تبخري بها، ولو كل مهم تكملي 21 يوم، ولو تكوني درتيها مده شهر وانتي تتبخري، كل وقت يكون عندك تفارغه فيه وباغا تبخري غتبخري. ولكن البخور امتى؟ يوم الاثنين حتى الجمعة. ما عندكش وقت غنتبخر يومين في الأسبوع، إذا ما عندي وقت غنتبخر طيلة الأسبوع، غندير مقلة تكون قديمة عندي وغادي نحط فيها هاد العرعار وقليل من التوم والخزامة، وغادي نقرأ نبقى نقول اللهم افتح لي باب الزواج، اللهم افتح لي نصيبي. الوقت اللي نتبخر نقول اللهم افتح لي نصيبي، اللهم افتح لي باب الزواج، اللهم سهل لي أموري. وغادي إن شاء الله غادي بحول الله نقسم هذه نديرها على عدد البخور، 21 يوم، غادي كل مرة نهز صغيرة، وكل مرة نهز واحد صغيرة نديرهم بحال هكا، كل مرة ندير شوية هكا وندير هكا ونحطها فوق، ندير لها بحال هكا ونحطها في المجمر بحال هكا، نهزها وندير 21 شريرة، كل يوم نحط شوية نصوبهم. بعد ما قريت عليهم سورة الفجر غادي نجمعهم ونديرهم 40 او 21 او اللي بغات تبخر 40 يوم تبخر، وندير بحال هكا ونجمع هاد الزمه والعرعار وقشور الثوم ونجمع بحال هكا، وندير على حسب الايام اللي غنتبخر بها بحال هكا هكا، ونحطها في المجمر او مقلات. بغيت نحيد هاد بابي الومنيوم او زويف اللي درت، وغادي ان شاء الله نتبخر بهم باش نجيب سعدي ونجيب رزقي، وقبل ما يجي رمضان نكون قادرة ان شاء الله نفتح لي الباب ونكون على
صلة بالناس باش نخرج الوقت اللي نتبخر يحيد هذا المرض، وإن شاء الله نبدأ نخرجه الوقت اللي جالسين في الدار نتفوسخو باش ربي من يجيب يجيب السعد غادي يجيبه إن شاء الله كامل. إذا حبابي في الله ما بقى لي غير نقول لكم حاولوا أنكم تدعموا القناة وتفعلوا الجرس وتأبونوا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.